يعني هذه بشرى أنتم تعيشونها بفضل الله تبارك وتعالى، مش لستم بحاجة إلى من يذكركم بها. إحنا عندنا آية واحدة اسمها آية ختم النبوة، ولا مش صحيح؟ ولكن رسول الله وخاتم. طبعا وبين قوسين برضو الحمد لله رب العالمين إنه لدينا آية ختم النبوة. ليش؟ اتخيلوا بالله عليكم أحبتي في الله إخواني وأخواتي، اتخيلوا أن كتاب الله العزيز تبارك وتعالى خلى من آية ختم النبوة، إيش كان ممكن يصير؟ عارفين أنتم طبعا ألوف الأنبياء، ألوف الأنبياء وعلى المنابر المرة العادة يطلع النبي سعفان بن بحيان طالب يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا أخي إيش دلك؟ الله ما قالش محمد آخر نبي يا أخي، وهذا واضح إنه نبي يا أخي، ويبدأ الكذب والدجل. هو من غير الكلام هذا ومع وجود آية النبوة يا رجل هم ادعوا الإلهية، الإلهية ادعوها في أنفسهم وأئمتهم، شيء جنن. الحمد لله الله سد لنا هذا الباب، قال محمد آخر واحد، الحمد لله ارتحنا كثير، والله ريحنا من إيه؟ من صداع كبير جدا جدا. بس المشكلة الله سده من فتحه، قال لك المهدي، والنبي قال يا أخي النبي المهدي لعنة الله عليك، حريص عند أهل السنة والجماعة وعند إخوانك الشيعة متواترة تنكر المهدي يا ملعون. يا أخي البخاري نفسه مسلم والله ما لقي حديث واحد في المهدي يحطه في صحيحه، أقسم بالله واللي بخليفني يجي هيك يفقع عيني. البخاري طريقته يعلم هذا كل شراح البخاري، طريقته رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه أنه لم يخل صحيحه وبالذات في أبواب العقائد، في مسائل العقيدة في كل باب من أبواب العقائد لابد أن يذكر ولو حديثا واحدا في الباب. فلو في باب المهدية والمهدوية هذه في حديث واحد تذكره مين؟ البخاري. البخاري ما فيه ولا حديث عن المهدي، إيش رأيكم؟ تقول مسلم ولا حديث في مسلم، حب يطلعوا حديث بالقوة هيك، قال لك في إشارة النبي بتحدث في حديث آخر لمسلم الحجاج عن إيه؟ عن الرجل في آخر الزمان يحفل مال حثوى المهدي. يا سلم يعني النبي عايز يقول لك إنه المهدي خجلان خايف منك بتملقك يا جماعة بدك تموش على، فبعدين ألفوا لك يا بابا لحديث المهدي سنة وشيعة، سنة وشيعة مهدي 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 مهدي، والحمد لله الذي لا يحمد على مهدي سواه يعني مكروه سواه، طلعوا لنا آلاف المهدي وما زالوا وبهددونا والله العظيم قسما بالله يحكمون عليك بكذا وكذا إذا ما اتبعتش المهدي تبع اليمن هذا، يا كذا وسبوا عليك وما اتبعتش المهدي تبع البصر المجنون هذا تبعهم شيعي هذا وهذاك سني، شيء مش معقول. وكل يوم مهدي طالع ومرة مهدي مهندس ومرة مهدي طبيب أطفال ومهما طبيب حيوان وكذا، مهادي بالهبل بفوع، أرض الإسلام تفوع بالمهادي وليس فيها هدى إلا ما رحم ربي. ليه؟ لأنه هذا الباب ما سكرش. عارف ليه ما سكرش؟ واحد يقول طب مش ما الله ما سكروش، لأنه ما فتحوش من أصله. الحمد لله ما كانش في القرآن باب المهدي زي باب النبوة، في باب النبوة الله قال لك سكرناه، الحمد لله هذا الله قرآن يهدي للتي هي أقوم، بس باب المهدي أنتم فتحتوه روحوا سكروا.